رمضان مع 7 الصباح وقع فيها مشكل تزعزعت، خرجت خالتي وبنتها باش يقولوا للناس جيو عاونوني، حيت جدا مره كبيره راه فايتها 80 عام ما كتشوفش. من يرجعوا خالتي وبنتها باش يعتقوا جده طاحت عليهم هما كاملين. دابا يلاه جبدوا بنت خالتي، باقا غير باقا جبدوا بنت خالتي، باقا جده وخالتي باقي ما جبدوهمش. فين كنتي انت؟ انا كنت في الدار في عين الصباح، حنا يلاه جينا من الدار. دابا الحاله ديال ديك الفنيه قالوا صافا ما بها شويه الدواء، دابا هذا لوبيتال الصوفي بما نتسناو خالتي وجده نشوفوا شنو كاين، لان جده مره كبيره ما كتشوفش كاع. والله يرزق الصبر، هذا ما كان نتمناو الخير. قال لك ما 7 الصباح وقع المشكل فاش تزعزعات الدار، مي غتكون طاحت يمكن مع ديك 8 8 وشي حاجه اكزاكتومون ما عرفاش بالضبط معاياش، حيت حنا غير طاحت وجينا. واش ديجا عاطينهم يعني هذا عاطينهم زعما شي؟ اه كانوا عاطينهم انذار بان باش يخويو، كان عنده مشكل غير مع صنداك ما عرفتش شنو كانوا داروا، لان خالي هو اللي مكلف بهذا المشكل هذا. دابا هما 3 اللي كانوا في الدار، وحده في لوبيتال وجوج باقيين في التحت مازال ما جبدوهمش، خالتي وجداتي. جدة وعمتي وبنت عمتي. وكيفاش وقع؟ شنو وقع؟ عاودي لنا. طاحت عليهم الدار، قال لك مع 8 الصباح انا لا عيطوا لي ما في خباري والو، لا عيطوا لي قالوا لي جي راه جداك وعمتك وبنت عمتك. طاحت عليهم الدار، دابا يلاه جبدوا بنت عمتي وجدة من 8 الصباح. ما فهمتش انا، ما كاينين حاشاك لا كلاب لا غيجبدوا عباد الله، غا كيغوتوا الطاكس كيوقفوها شويه وكيعاودوا يخدموها. مرأة عندها 80 عام باقا تحت الارض، ما فهمناش حنا، ما فهمناش ما كاين لا بومبيه تحيحات خالتي عاد جاو الامن وعاد جاو ما كاينش ما بقينا فاهمين والو، حتى حاجه ما بقينا فاهمينها. دابا شحال باقي من واحد؟ باقي جوج. مرا كبيره عميه مسكينه عندها 80 عام وعمتي عندها شي 50 عام. وديك الشابه اللي جبدوها؟ جبدوها لا باقا حيه، باقا حيه باقا ما كتنفش. دابا انت تحمل المسؤوليه دابا ديال هذا الشيء كامل لواحد؟ اخويا صنداك صنداك ما داروا معاهم حتى شي حل، حتى حل ما داروا معاهم، بحال ما داروا معاه، ما مشاو ضحايا دابا هكاك. فين غيمشيو؟ فين غيمشيو؟ كبيره مسكينه ما كتشوف. فين غيمشيو؟ ما كاينش فين غيمشيو، ما داروا معاهم حتى شي حل، ما داروا معاهم حتى حل.